Good morning, my dear student. Today I will explain Unit 5, Lesson 5. This lesson talks about comparative and superlative. Okay, موضوع كلش حلو كلش بس ما بسوي يعني. الكومباراتيف معناها مقارنة بين شيئين أكبر أو أصغر، أقرب أو أبعد من بعضهما. تمام؟ إتماسيس. يعني أنا عندي بالعربي خلينا نضرب مثال. من هو الأطول؟ الموز أو التفاحة؟ الموز. قارنت بين الموز والتفاحة المقارنة اسم قارن. شي خوش. ملاحظات كلش مهمة في البحث وراح تحفظها. بالمقارنة لازم استخدم اي ار. شو استخدم؟ اي ار اوبسيت. ولازم شنو موجود؟ موجود لازم الذان. شو الموجود؟ الذان. ماشي حبيبي؟ هاي الدلالة. لازم موجود الذان الدلالة حتى تختاروا من اي ار. اعطيكم مثال وتدوروا عليه. الامور إذا أكثر المور إذا أكثر من مقطع شو استخدم المور الإي آر مقطع واحد أوكي ست تمام روح على السبالت مفاضلة للحديث عن شيء يتميز عن الكل مثلا عندنا شمسية لا شمس واحدة إذن هاي تميزت عن الكوكب وما تميزت تميزت أوكي تمام المفاضلة شنو أستخدم بها الإي إس تي إذا شنو إذا مقطع واحد تمام ست الذال الدلالة ما ننسى أوكي ست الماس أكثر من مقطع أوكي ست تمام يعني إذا وصلت الفكرة لا بأس فيها تمام عندنا تصور للتوين للشجرة الشجرة هاي أول شو حاخذها تول طويلة بالمقارنة شو راح تصير تول ضفت لها إي آر إيش ضفت لها إي آر شو أعتبر هاي مقارنة أروح على أكبر شجرة شو راح تصير تولست وخلي قدامها ذي شنو هاي مفاضلة يعني هاي الشجرة فاضلتها على الكور صارت هي متميزة هي أطول وحدة أوكي سيد تمام عندي فيل إلى جت شبي كبير بيج كبير هنا الفيل شوي وسط حجمه بيجا لأن أنا أفترض ودا أقارن بين هذا الفيل ودا أقارن بين هذا الفيل من هو هذا الأكبر فصار بيجا تمام إذا هاي شو هو مقارنة نجي على أكبر فيل the biggest تمام حبيبي هذا شو هو مفاضلة ماشي أمي ركزوا يا حبيبي حتى بعدين أعطيك ملاحظات الكومباراتيف اللي تنساها اي ار اذا مقطع واحد والذان هي الدلاله الذان هي الدلاله المور اذا اكثر من مقطع السوبرلاتيف يعني شيء واحد يتميز عن الكل الاي اس تي اذا مقطع واحد اجبار استخدم اي اس تي بالنهايه الذي دلاله والموس اكثر من مقطع زين السؤال هو شنو انت هاي وين اضيفه اسم صفه فعل بس فقط الصفات حبيبي ملاحظات على الكومباراتيف والسوبراتيف شلون اضيف اي ار وشلون اضيف اي اس انتبه عليه اذا صف تنتهي ب اي نضيف فقط ار مقارنه او اس تي مفاضل مثال عندي صفت لارج شو تنتهي لارج ب اي شو راح اسوي؟ انا اذا اسوي مقارنه لارج اضيف فقط ار زين سيت هاي مقارنة المفضل شنو؟ the large اوكي الاي هي ترى موجودة اضيف ست اي بعد داخل بس اي وحدة اضيف اي اس تي اعيد هذا المثال من عندي صفة تنتهي باي ايش اسوي لها؟ اضيف لها فقط ار يعني ما اضيف اي اثنين يعني ما اضيف اي اثنين دبل اي لا بس اي وحدة وبالمقارنة خلي ذا واضيف بس اس هخلص الملاحظة صح الملاحظة الثانية إذا تنتهي الصفة بحرف صحيح وقبل حرف علة نضاعف الصحيح ونضيف اي ار او اي اس تي اي
الأسئلة مفاضلة وإيقاف مقارنة. عندي مثال بيك. الهو شنو؟ شعري. الهو شنو؟ حرف. عندي الجي حرف. صحيح. شو راح نسوي؟ أول شيء راح نبلش مقارنة، يعني مقارنة إي آر وإي سي لست إي آر. أوه تمام صحيح. بي الآي نزلها، البي نزلها والآي نزلها، الجي نزلها. بعد شنو ذا أقول لك؟ أضاعف الحرف الصحيح، يعني أكرره مرة ثانية وأضيف إي آر. ست هاي شنو كانت مقارنة؟ نجي على المفاضلة. خلي ثين أنزل أول شيء شنو؟ بي أنزلها أضاعفها، إي استضاعف الجي، وش أضيف لها؟ إي إس. أحب خلاص أنا بالموضة كلش سهل. الثالثة عندما بدي أصفها بواي أقلب وقبله الحرف صحيح، أقلب الواي إلى آي وأضيف إي آر أو إي إس تي. عندك هذا المثال وزارة. صفة بريتي هي إنه كلش جميل، جفاءة الجمال. الواي شنو؟ صح يعني هو حرف صحيح وقبله تي حرف صحيح، فأقلب أقلب الواي إلى آي وأضيف إي آر أو إي إس تي. شقلب إلى آي أضيف إي آر. ست زين بالنهاية المفاضلة سوف نقارن. زين ست بالمفاضلة شنو؟ أضيف الذل وهم تحول الواي إلى آي وأضيف إي إس تي. ماشي حبيبي؟ افتهمناها؟ إي ست افتهمناها، بس نراجع مرة مرتين راح تحفظها. عند عدم توفر اي من الحالات نضيف يا روسي، اذا ولا وحده جت هناك راح اسوي زبدان. عندي هذا المثال سمول تنتهي بدبل اي تنتهي هنا الاي لا تنتهي بحرف صحيح وقبل حرف عله لا، هذا حرف صحيح والال ثاني حرف صحيح. ست تنتهي بحرف واي حتى قلبه لا، كل شيء ما عندي ينتهي بحرف عادي. شو راح اسوي؟ فقط اضيف شنو؟ اي ار. هاي شنو؟ مقارنة. وبالمفاضلة فقط شو اضيف؟ اضيف فقط اي اس تي. خلصنا ست، خلصنا الملاحظات كل سنة حلوة. زين ست هاي كانت الملاحظات كلها على مقطع واحد. إذا تكون الصفة من أكثر من مقطع، يعني حرف علة بها أكثر من واحد، شو راح اسوي؟ إيه ستعال أضيف لها إي آر مقارنة مفاضلة إي إس تي يا حبيبي، تبعي المركز يعني. إذا عندي أكثر من أكثر من حرف علة تشيل من بالك أضيف الإي آر وإي إس تي، تشيلها أصلاً ما أضيفها، ما أضيفها بالصفة، شو راح يصير؟ عندي هنا إكسبنسيف، شنو هي إكسبنسيف؟ غالي ما أخذي هاي الصفة. إي ست حرف علة مقطع إكسبنسيف. كم حرف علة بها؟ ثلاث مقاطع. شو راح يصير؟ أخلي more expensive بشنو؟ مقاطع. ست أضيف لها أر لا مو عندي نهايتها، لا كل شيء مضيف، أضيف مجرد في بدايتها، بداية الصفر. ست والمقارنة أصير ذل، أسوي مفاضلة ذل most expensive. زيت أضيف لها هنا إس تي لا، تقول لك تضيفي لها فقط بالبداية، ها خلصت كل سنة. هنا عندك صفات شاذة أمي، وزاري وزاري، ركز علي حبيبي. الجود عندي هي صفة، بالمقارنة راح أصير بتر، وبالمفاضلة بيست، ذا بيست، تمام؟ الباد معناها سيد، جود معناها جيد، الباد سيد، الصيد وورد، وهنا بروست، اوكي حبيبي؟ الفار شايف احنا شلون نكتب ونركز، هي تشبه لفظ الاب، بس انتبه، فار ذان، معناها انا بعيد راح يجي ابعد، فار ذان، وهنا فارست. ماشي حبيبي؟ عندك ملاحظة بعد؟ ذن تحفظها مثل ما حافظ صمت أسماءك، وذن الملاحظات كلنا على المقارنة المفاضلة ركز فيها. هسه حبي أعطيك أمثلة وزارية. انتبه حبيبي، هاي الأمثلة الوزارية مهمة كلش، سواء عند الشراء أو بالوزارة. A warm scarf is فراغ أو space than a button one. أوكي، تمام.
عندي الفيجارة فيجس هنا راح تجون سيرفس والله صعبة مو ماخذين احنا وما اعرف شو تعرض عليها اصبر هاي يا دلالة عندك دلالة ما عندك دلالة يعني عندك دلالة ثانية الدان مو دلالة تتذكر عصب قرآني وين كتبتها هنا زين شنو دلالتها كانت الكومباراتي بالمقارنة المقارنة شنو لازم نهايتها؟ اي تجي على صفحة من فيها اي ار نهاية هاي اي ار مو هاي اي ار لا هاي اي ار وين في بي اس لا هاي هذا كل الحل زين بعض الصفات تأتي في السؤال الرابع لا هذا يجيكم بسؤال هذا القواعد اللي هو سؤال الثاني هذا يجيكم بالإملاء طبعا هذا هم وزاري مهم التول صار تولست انترستيك هنا راح تشوفوا المعضلة سد أنا استخربطة شفت أصبر ليش قلت لك أني قلت لك دائما أقول لك باو عرقة بالحين هاي الصفة شوف الضايف هنا ضايف هي إي إس تي زين يعني شنو؟ يعني مفاضلة أوكي تمام اجي هنا الصفحه كم بي حرف عين بهواي حروف عين يعني اكثر من مقطع المفاضله عندي اكثر من مقطع اضيف لها مور لو موست اتذكر ما قلنا انا عندي اس لازم هناك تاخذ ام الاس فايش راح تصير موست انترستينج ماشي حبيبي باوع على القبه الضايفين حتى انت تضيف الفاضل عندي سيف سيف اوكي هنا أنا معناه شنو؟ مقارنة ضيفين إيه أوكي هنا هاي الصفة الحلوة بشو تنتهي healthy؟ تنتهي بحرف الـ one سيلا بسيط بس راح أقلبها H أنتوا شو نطاروا تعرفون الواي سيت راح أقلبها الـ R مش أضيف ضيفين هنا الـ R لا ما أضيف الـ R إلى هنا تنتهي محاضرتنا هذا اليوم أعتقد يكون محاضرة ثانية مع السلامة